أهلا ومرحبا بكم. توعد محافظ حضرموت اللواء الركن أحمد سعد بن بريك بتحرير المكلا ومدن حضرموت من سيطرة تنظيم القاعدة ومعالجة كل مظاهر الفوضى والأوبئة التي تفتك بحياة الأهالي. ودعا المحافظ بن بريك أبناء حضرموت جميعا في ساحلها ووديانها وصحرائها وبكل أطيافهم ومكوناتهم وانتماءاتهم للوقوف معه وتوحيد الجهود من أجل تحرير حضرموت وإنقاذها من الوضع الذي تعيشه. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما هي التحديات الماثلة أمام المحافظ الجديد في حضرموت وما مدى قدرته على تجاوزها ومعالجة كافة الملفات العالقة في المحافظة، وما دلالة التحركات العسكرية التي تجريها قوات التحالف على خليج المكلا، وهل اقتربت عملية تحرير المدينة من قبضة القاعدة؟ أكثر من عام ومدينة المكلا تحت سيطرة تنظيم القاعدة وتشهد فوضى أمنية وأزمات إنسانية متفاقمة في ظل انشغال الحكومة الشرعية وتركيز جهودها على جبهات الحرب مع الحوثيين وقوات المخلوع. وحتى الآن تلوح في الأفق معركة جديدة في حضرموت بعد تعيين محافظ عسكري خلفا لمحافظ مدني وخروج قائد المنطقة العسكرية الأولى الذي يتوقع أن يحل محله قائد آخر، والتحضيرات التي تقوم بها قيادة المنطقة العسكرية الثانية خارج موقعها القديم بقيادة اللواء عبد الرحيم عتيق، والتحركات العسكرية للتحالف العربي بالقرب من خليج المكلا. كل هذه المعطيات اعتبرها خبراء عسكريون مؤشرا على إمكانية بدء معركة تحرير مدينة المكلا من قبضة القاعدة. وتأتي هذه التطورات بعد تصريحات نائب الرئيس ورئيس الحكومة خالد بحاح في وقت سابق بضرورة تحرير المناطق الواقعة تحت سيطرة القاعدة وفي مقدمتها مدينة المكلا. دعونا نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود للنقاش. يتجاورون على امتداد ساعات اليوم الحضرمي الطويل، يتبادلون نظرات خاطفة، فلا أحد منهم قادر على مساعدة الآخر. هنا في المكلا تتجلى أزمة في أشرس مظهريهما، أزمة أمنية وأخرى إنسانية. ثنائي تنظيم القاعدة والأوبئة يغرق المكلا ومدن حضرموت الهادئة والوديعة في فوضى. فلا مجال أمام المحافظ الجديد أن يتحدث عن خيارات أو حتى أولويات حين يتعلق الأمر بما يحتاجه الناس وما يتمنونه أيضا من عودة حياتهم إلى ما كانت عليه في السابق. مؤخرا أكد المحافظ اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك أنه سيكون قريبا من معاناة أهالي حضرموت وهمومهم وسيعمل على التخفيف منها. وقال المحافظ في صفحتي على وسائل التواصل الاجتماعي: جندت نفسي وأخذت في يدي اليمنى أمانة ومسؤولية أهلي في حضرموت، وفي يدي اليسرى أحمل كفني وأقسمت على أداء المهمة مهما كان الثمن من أجل إنقاذ حضرموت ومستقبل أبنائها المحفوف بالمخاطر ومواجهة كل من يسعون لخرابها ودمارها. هذه التصريحات جاءت بالتزامن مع تحركات عسكرية بحرية يجريها التحالف العربي بالقرب من المكلا في إشارة توحي بقرب انطلاق معركة تحرير المدينة من قبضة القاعدة، لعلها القشة التي تقسم ظهر البعير والعاصفة التي ستبعثر كل الأوراق. فمنذ سيطرة التنظيم على المكلا في يناير من العام الماضي نهبت أسلحة المعسكرات وأموال البنوك والأوقاف والضرائب، وبدأت القاعدة في بيع النفط أيضا. حاول الأهالي بمفردهم مقاومة هذه الفوضى وتظاهروا في شوارع للمطالبة برحيل التنظيم عن مدينتهم، لكن تجاهل الحكومة الشرعية والتحالف والعالم لمطالبهم لم يحرك شيئا. بقي التنظيم وانطفأ الناس وظلوا يصارعون أزماتهم على الرغم من الوعود الحكومية بتحرير المدينة من القاعدة وإنقاذ الأهالي من الكوارث البيئية التي تفتك بهم. وقال رئيس الحكومة خالد بحاح في وقت سابق إن الحكومة لم ولن تتفاوض مع أي جماعة متطرفة كأنصار الشريعة وغيرها، واصفا سيطرة التنظيم على المكلا بالاحتلال. تقترب معركة حضرموت وتقترب معها نهاية التنظيم المتطرف وأيام سيطرته الأخيرة على المكلا. فما يعزز هذا الاعتقاد يقول مراقبون عسكريون هو تعيين محافظ عسكري لحضرموت خلفا لمحافظ مدني، وخروج قائد المنطقة العسكرية الأولى الذي يتوقع أن يحل محله قائد آخر، والتحذيرات التي تقوم بها قيادة المنطقة العسكرية الثانية خارج موقعها القديم بقيادة اللواء عبد الرحيم عتيق. وهذا الأخير سيكون له الدور الأول في هذه المواجهة لكون مناطق الساحل تقع في دائرة اختصاصه.
أمام هذه المعركة ستبقى التحديات كبيرة ومكلفة أيضا، بالنظر إلى طبيعة الخصم والمساحة الجغرافية التي يحتلها وقدرة السلطات على ترتيب وضع المنطقة العسكرية الثانية وحاجتها لوقوف الأهالي إلى جانبها. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى. موضوع حلقتنا نناقشه مع ضيوفنا من حضرموت وكيل المحافظة لشؤون الوادي الأستاذ عصام الكثيري، والصحفي عبد الرحمن بن عطية، ومن الرياض الناطق باسم الجيش الوطني العميد سمير الحاج، والناشط السياسي محمد بلفخر. ونبدأ معك سيد عبد الرحمن بن عطية، صحفي من حضرموت. أستاذ عبد الرحمن مرحبا بك. أستاذ عبد الرحمن تسمعنا؟ نعم. لو بدأنا من الوضع الإنساني والوضع الأمني في حضرموت، ماذا يمكنك القول؟ كذا يعني في الحديث الاجتماع بين ملك حضرموت في حق لا يخضع لأحد الدعام والمحافظة بشكل عام، احتلالات محلية وجهة دينية كذا وحدات الجيش في الجوانب فهو هناك كبيرة تحميش وإقصاء مثل الملف الثاني. الملف الصحي يكاد فيها كثير من الأستاذ أستاذ عبد الرحمن، يبدو أن صوتك لا يصل إلينا بشكل جيد. نتمنى أن تحاول أن تغير مكانك وأن تبقى معنا، سنعاود الاتصال بك. نعم، هذا وقد كانت تناقلت وسائل الأنباء عن أن هناك تحركات يقوم بها التحالف العربي والجيش الوطني من أجل تحرير محافظة حضرموت من يد القاعدة. تأتي مثل هذه التحركات في ظل ما تعاني فيه المحافظة من نقص في الخدمات، أوبئة تفتك بالمواطنين، حمى الضنك المنتشرة في المحافظة، الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها الناس هناك. كل هذه الظروف مجتمعة تجعل الحكومة أو السلطة المحلية أمام تحد كبير ستواجهه ربما في الأيام القادمة. ريثما، سنظل معكم ريثما يحاول زملائنا في الكنترول الاتصال بضيوفنا الذين سنناقش معهم هذا الموضوع. يبدو أننا استطعنا أن إذن الاتصال ليس جاهزا مع الأسف. سنخرج لهذا الفاصل ثم نعود لمناقشة موضوع هذه الحلقة. نرحب بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، ونعتذر عن الخلل الذي حصل، والحقيقة أنه خارج عن عن إرادتنا بسبب رداءة الاتصالات من المصدر. والآن نعاود الحديث إلى الأستاذ عبد الرحمن بن عطية، الصحفي من حضرموت. أستاذ عبد الرحمن، كنت قد سألتك قبل الفاصل عن الوضع الإنساني والوضع الأمني في محافظة حضرموت، لو تحدثنا عنهما بشيء من الاختصار. الوضع الامني في حضرموت يكاد مغيب تماما بعد الاحداث التي شهدتها الاخيره من محافظه حضرموت، من غياب السلطه المحليه وغياب الاجهزه الامنيه بشكل عام. الاجهزه الامنيه تكاد منعدمه، الجوانب الامنيه هي التي تسيطر عليها بعض الجماعات، الجوانب تشيح في حضرموت خاصة في مدينة المكلا التي تعاني من وباء حمى الضنك الذي يفتقد كثير من أبنائها. وصلت ثلاث حمى الضنك تصل إلى بعيد 20 أو وفيات في هذا. لدينا الجوانب الخدمية الأخرى الكهرباء ولعلها الكبيرة الأخيرة
لدينا ايضا الملف التعليمي، جامعه حضرموت مغلقه تماما بعد قرار اسقاط الجامعه لاسباب كاد ماليه واداريه، لا توجد مخصصات في الجامعه. نعم، إذن نتحول إلى الناشط السياسي محمد بلفخر. أستاذ محمد، مرحبا بك. أهلا وسهلا. باعتبارك باحث من أبناء حضرموت، ما مدى قدرة المحافظ الجديد في تصورك على معالجة الملفات العالقة؟ يعني هل ستكون لديه القدرة على تجاوز التحديات الماثلة؟ ابتداء المحافظ الجديد كما قلت هي عليه تركات او تركه ثقيله استلمها، نتمنى له التوفيق يعني، واي شخص سياتي الى حضرموت لانقاذها مما تعاني الكل سيرحب به وسيكون عونا له، شريطه ان يكون هو ايضا متفاهم مع كل ابناء حضرموت. فبالتالي اذا وضع يده في يد ابناء حضرموت جميعا دون اقصاء ودون تهميس ودون حسابات معدده سياسيه، قطعا سيشق طريقه نحو النجاح. نعم، اذا كان غير ذلك فبالتاكيد المزالك كثيره، ووضع حضرموت من سيء الى اسوء، وغالبا دائما تنقذ نفسها بنفسها، ابناؤها ينقذونها دون العودة إلى سلطات الدولة والسلطات الحكومية منذ زمن طويل يعني منذ نصف قرن، وهي حضرموت تعتمد على نفسها في 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 مشاريعها الخاصة، في برامجها، في تعليمها، في كل القضايا، ولكن الآن معولين على هذا المحافظ. نعم، حضرموت تعيش أزمة حقيقية. نعم أستاذ محمد، أستاذ محمد، كما تعلم أن المحافظ جاء من خلفية عسكرية، يعني برأيك يعني لماذا في هذه الفترة؟ أيضا ما هي التحديات التي ستكون مثل أمامه كرجل يعني عسكري في ظل أن هناك مشاكل كبيرة فيما يتعلق بالخدمات والتنمية في المحافظة؟ نحن نعرف أنه في 2011 مع بداية ثورة الربيع اليمني تم تعيين هذا اليوا بن بريه قائدا للمنطقة العسكرية الثانية، ولم يتم تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع. ثم بعد ذلك عندما يعني استتب الأمر لعبد ربه منصور هادي تم تعيينه ملحق عسكري، والآن جاء به كمحافظ من خلال خلفية العسكرية ومن خلال ونحن نعرف أيضا أن حضرموت هي يعني متداخلة فخا أو أوقعها علي عبد الله صالح في يد جماعة ربما من هذا التنظيم لهم علاقات بعلي عبد الله صالح تحديدا. فوجود هذا المحافظ ذو العلاقات الخاصة بالسياسيين السابقين ربما أنه يصل إلى حلول تخرج البلاد من 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 المآزق التي تعيشها يعني. نعم، بمناسبة أنك ذكرت أن المحافظ الجديد كانت ستوكل إليه مهمة يعني إدارة أو يعني أن يكون مسؤول عن المنطقة العسكرية الثانية في خلال يعني تعيينه كمحافظ، كيف يمكن له إعادة ترتيب وضع المنطقة العسكرية الثانية للقيام بمهمة تحرير المحافظة حضرموت؟ من السهوله بمكان ان يقوم بهذه المهمه في ابسط ما يمكن ان تكون، خاصه كما قلت سابقا اذا وضع حضرموت كما قال في 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 في, في تغريدته على صفحته انه انزال حضرموت في والارتقاء بها في يده اليمنى، معنى ذلك انه ينبغي ان يترك ما كان سابقا. يعني نحن الان نعيش في زمن جديد، التعيين السابق جاء من طرف، والان التعيين الاخر جاء من طرف اخر، وكلهم نقيضي
نقيضين في 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 واقعهما على الحقيقه. نعم. بالتالي عليه يكون ابنا لحضرموت ومن ابناء حضرموت ويكون بعيدا عن هذا التجارب التي كانت في الماضي والتي ما زالت تلقي بظلالها على ارض الواقع. نعم. فاذا ابتعد عنها والتف معه الخيرون قطعا سينتهي حضرموت مما هي فيه. اي برايك استاذ محمد ما هي اولويات المحافظ بالاضافه الى تحقيق الامن، ما هي الاولويات الماثله امامه الان؟ حضرموت الان تعاني من 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 حمى الضنك التي تفتك بشبابها ورجالها ونسائها في اقل من شهر اكثر من 30 حاله وفاه في مختلف حضرموت يعني مختلف مديرياتنا وفي المخلة على وجه التحديد. فينبغي فعلا هذه اولى موضوع الصحه، موضوع التعليم الجامعي مغلق منذ العام الماضي سنتين كامله والناس بدون تعليم، التعليم العام ايضا يعيش في تدهور. فيضع عليه فينبغي عليه ان يضع اولويات معينه لينفلت منها وقطعا كل الناس سيكون حوله. معروف ان ابناء حضرموت ورجالها الخيرون من رجال الاعمال سواء في الداخل او في الخارج دائما ما يكون لهم قصد السبق في انقاذ حضرموت، فقطعا سيكون عونا له اذا كان هو وضع هذه الاولويات بعيدا كما قلنا عن اي حسابات سياسيه معقده. ودائما طيب في ظل هذه الأولويات التي ذكرتها، هل ترى أنه من المناسب أن يعني تكون هناك مواجهة مع القاعدة في هذه الفترة؟ أنا أرجع إلى كلام الأستاذ المهندس خالد محفوظ بحاح في أول مؤتمر صحفي عندما تعينه نائب لرئيس الجمهورية ورئيس للوزراء في الرياض، وقال ان هذه مجموعه ابناء حضرموت التي استولت على او على المكلا وعلى ساحل حضرموت بالكامل، قال هم من ابناء حضرموت وانما هناك اخططوا طريقا غير الطريق السوي، ومن هنا ينبغي علينا ان نحاورهم واعاده استقوير في عقولهم. نعم أستاذ محمد تفضل بالبقاء معنا على أن نعود إليك، سنعود إليك خلال هذه الحلقة. معنا الآن العميد سمير الحاج الناطق باسم الجيش الوطني، مرحبا بك سيادة العميد. أهلا أختي الكريمة، حياكم الله. يجري الحديث حاليا عن تحركات عسكرية لقوات التحالف العربي بالقرب من خليج المكلا، أيضا هناك تحركات على مستوى المنطقة العسكرية الثانية. السؤال، هل اقتربت عملية تحرير مدينة المكلا من القاعدة؟ شكرا لك يا أختي الكريمة ولمشاهديك الكرام وضيوفك الأعزاء. الحقيقة المعركة هي منذ البداية كانت معركة واسعة تشمل اليمن كامل، أقصد بخصوص دول التحالف والتي جزء منها الدولة اليمنية والجيش اليمني والمقاومة الوطنية. على حال بخصوص حضرموت ربما لها يعني وضعية خاصة، لا زال هناك يعني أمل في أن بعض الأشخاص الذين حاولوا الاستيلاء على بعض مؤسسات الدولة أن يرعوا ويعودوا إلى جادة الصواب ويتركوا هذا العمل الطائش. وإذا كان تم الإصرار على هذا الفعل أعتقد بأن الجيش الوطني ودول التحالف سيكون لها رأي، العالم كله يكافح أي مظاهر من مظاهر التطرف أو الإرهاب أو يعني القيام بعمل كهذه الاستيلاء على مؤسسات الدولة. ومن ثم اعتقد انه اذا لم يتم بسط نفوذ السلطه المحليه خاصه في المنطقه الثانيه فاعتقد ان لابد من عمل عسكري لمنع تمدد هذه الظاهره. نعم، اذا في ظل يعني هذه التحركات وبحكم اطلاعكم، هل هناك ترتيبات معينه قد بدات تلمس وتلوح في الافق من اجل هذا التحرك؟ لا اعتقد ان الامور تسير بهذا الاتجاه، ولدينا طبعا مؤسسه عسكريه لا زالت موجوده في المنطقه الثانيه بشكل جيد، ولدينا ايضا حتى بعض قوى الامن، ولدينا ايضا رصد وتحليل وتدقيق لمسرح عمليات
يتم بين الجيش الوطني و قوات التحالف و... عفوا عفوا سيادة العميد، لكن يعني هناك أخبار متواترة تقول أن هناك تحركات حاليا تتم في خليج المكلا، يعني ما صحة ذلك برأيك؟ في يعني أنا أؤكد لك أن التحركات لم تأتي إلى الآن، التحركات منذ فترة أطول من هذا، لكن في المحصل أن التحركات الحقيقية باتجاه تحرير المحافظة بالكامل من أي مظاهر المسلحة سواء كانت باسم قاعدة أو أي اسم آخر، ربما يعني سيأتي العمل في موعده المحدد وبحسب يعني الخطة المعدة لذلك. ما هي الصعوبات التي تتوقعونها والتي قد تواجهكم أثناء عملية التحرير هذه؟ أعتقد لا صعوبات كثيرة، لكن يعني في الأخير يظل العمل في مسرح عمليات يقتله كثير من البشر، أقصد كثافة بشرية ومساحة واسعة، يحتاج إلى نوع من الرصد الدقيق والعمل المنظم والمرتب لكي يؤتي ثماره من دون خسائر في المدنيين والأبرياء. طيب سيادة العميد، يعني كما تعرفون القاعدة حاليا تكاد تطبق على لحج وأبين، ونحن نعرف يعني أن عدن تقع بينهما، يعني هل هذا هو الوقت المناسب لمواجهة القاعدة في حضرموت بينما عدن يتهددها هذا الخطر الكبير؟ طيب دعيني أفصل هذا الموضوع إلى أمرين. الأمر الأول مسألة أن تكاد تطبق هذه العبارة، أنا ربما أتحفظ عليها، هناك ربما بعض الأشخاص والمجاميع، ونحن لدينا المعلومات المؤكدة بأن من يسير هؤلاء ليس تنظيمات إرهابية وإنما أشخاص موجودون في صنعاء، وأقصد بين قوسين المخلوع صالح والحوثيين. هذا الأمر. الأمر الثاني أن معركة اليمن الحقيقة معركة واحدة، ومن ثم ما لم تتحرر البلد بالكامل وتخضع لسلطة الدولة والقانون ودولة مدنية تعطي للناس حقوقهم وعليهم واجبات لها، أعتقد أننا لن نصل إلى دولة مستقرة على الإطلاق. نعم، لكن بالمقابل كنا قد سمعنا أيضا، يعني كما تعلم أمس حدث يعني حادث تفجير إرهابي استهدف مديرية أمن محافظة لحج، اليوم الأخبار تتواتر أن القاعدة هناك، يعني لا نستطيع أن ننكر تواجد القاعدة في هذه المناطق، لماذا لا يكون هناك أيضا توجه جاد للقضاء على القاعدة في هذه المناطق؟ ممتاز. على أي حال، من حيث التوجه الجاد، التوجه أصبح جاد جدا للتخلص من أي نتوءات، لكنني أريد أن فقط أن أنبه أن عملية تفجير إدارة أمن محافظة لحج، المطلع والمتابع وأنتم إعلاميين تتابعون هذا جيدا، يرى أن هذا النمط من تفجير المباني لا يقوم به إلا جهة واحدة في اليمن، ولو سألتك لقلتهم فلان. هذا النمط لا يقوم به إلا ناس خبراء متفجرات لدى الحوثيين موجودين يفجرون فيه المدارس والمساجد والمباني وإلى آخره. الأمر الثاني أيضا، تنظيم القاعدة لا يقوم بمثل هذه الأعمال التفجيرات، هذه الأول مرة حتى تكون الصورة واضحة. لكننا مع هذا نقول، سواء كانوا هؤلاء الأفراد من أفراد الحرس الجمهوري السابق أو كانوا من أفراد ميليشيات الحوثي المدربة خارج الوطن، بالمحصل لابد أن يقاوم أي عمل خارج عن إطار الشرعية والدولة والقانون، سواء كان في لحج أو في أبيان أو في حضرموت أو في تعز أو في أي منطقة حتى في العاصمة صنعاء. نعم، العميد سمير الحاج الناطق باسم الجيش الوطني، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. ونعود للحديث مع الناشط السياسي محمد بلفخر. أستاذ محمد معنا؟ نعم. كيف تقيم مستوى أداء الأجهزة الشرعية في المحافظة وأداء السلطة المحلية بشكل عام؟ بالنسبة للأجهزة الدولة في المحافظة بشكل عام، كلها غابت تماما منذ اللحظة الأولى التي سيطر فيها أبناء حضرموت على المكلا، أو كما بين قوسين أنصار الشريعة أو القاعدة. يعني كيف كيف أبناء حضرموت وأنصار الشريعة؟ يعني لم نفهم. يعني
هم ابتداء عندما سيطروا على المكلة قالوا نحن لسنا من القاعدة، إنما نحن أبناء حضرموت. وعلى ضوء ذلك تم التفاهم مع وجهاء المجتمع في حضرموت وشكلوا المجلس الأهلي الذي أداروا من خلاله على مدار كامل مشوا الحياة الأمنية والمعيشية للناس بشكل عام إلى حد في حدها الأدنى. أنا أعود لكلام الأستاذ خالد بحاء عندما قال إن هؤلاء من أبناء حضرموت ويجب علينا أن نحاورهم ونعيدهم إلى جادة الصواب. في بادئ الأمر لا نستطيع يقول لا حوار مع القاعدة. هناك حوار مع الحوثي ومؤتمر حوار عقد في اليمن وهم رفعوا السلاح وانقلبوا على الدولة بأكملها. بينما هذا الفصيل وهم إذا افترضنا أن هناك مجموعة منهم مخترقون أو منهم مجتمع نعم، لكن أستاذ محمد لا نستطيع. نعم يعني المسألة فيها يعني أعتقد التباس أكبر، يعني هذا تبسيط للمسألة المقارنة بين الحوثيين. يعني نتفق تماما أن الحوثيين ميليشيا يعني قامت بالانقلاب على الدولة، لكن بالمقابل التنظيمات المسلحة الإرهابية يعني من الصعب أن تحاور الحكومة كل يعني كل تنظيم إرهابي يحمل السلاح. هناك شيء من اللبس يعني لا يتسع يعني لا يتسع وقت الحلقة لمناقشته. لا معليش، بس أنا أنبه في هذه القضية تحديدا. أستاذ محمد تفضل. نعم نسمعك، تفضل. نحن لا نريد لحضرموت أن تغرق فيما غرقت فيه المدن الأخرى من قتال وتدمير. طالما هؤلاء القوم الآن هم مسكوا السلطة في حضرموت فيجب الحوار، يعني أن يكون السلاح هو سلاح الحوار. الحوار سيخرجهم، من كان صادقا سينضم إلى أهله وسيقبل أن لا يمس أهله أي سوء، ومن كان غير ذلك بعد ذلك لكل حادث حديث. يعني لا نستخدم القوة. نعم. هو معناه ستقضي على الأخضر واليابس. نعم. من هذا الجبيل يجب أن تجنب حضرموت، أن نجنبها. نعم. الناشط الجميع. نعم، الناشط السياسي محمد بالفخر كنت معنا عبر الهاتف من حضرموت، شكرا جزيلا لك. وبذلك مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة زوايا الحدث لهذه الليلة، على أن نلتقيكم غدا في نفس الموعد. كونوا بخير وفي أمان الله.